شتي اللي عليه قبل دابا في الشاط الكريم، عندك كروفيت، عندك كلامار، وعندك الفرخ، عندك الصول والمير، هادو كاملين على الاقبال. الفرخ كيلو السردين اللي هابط شويه ديال 13 درهم، والفرخ ديال 60 درهم، الصول 60، المير 60 درهم. يعني ما كاينش ارتفاع في الاسعار، ما كاينش. اللي كنا صحابنا المير في 100 درهم، الساعه باقي ديك الثمن شويه الحمد لله. تياخذوا خصوصا الناس اللي عندهم شويه تياخذوا كروفيت كلامار، والناس شويه تياخذوا قلال السردين، ياخذوا الصول والمير. اما بالنسبه لهذا 60 درهم 50 درهم راه مزيان هذا العام، احسن من العام اللي فات. العام اللي فات كان 90 درهم وصغر من هذا، دابا كاين الحمد لله. وكاين حتى الاقبال، كروفيت داير 120 100 درهم، و سي بي دايره 50 60 درهم زعما. الله الحمد لله ونشكرو، ناقص شويه الله يوديها. السردين مازال غادي يطيح 10 درهم دابا، النهار الاول هو شي الحمد لله كاين موجود، ونتمناو يطيح، حيت اصلا السردين راه حشومي تبع 10 درهم غالي بزاف، 7 درهم 6 درهم الله يجعل البركه. دابا اختي في هذا الشهر ديال رمضان اكثري كيبغيو الحاجه ديال المقله، شي حاجه ديال المقله فران قليل، الا كانت شي عراده ولا شي حاجه كيجيو صعاب الفران. دابا الاقبال اختي على حشي ديال المقله بحال الشطون، السردين، الشران، ميرنو صغيره، الصول، مشيني الرايه، الفارخ، فهمتي اختي؟ هادشي هو اللي كيتمشى لنا في الشهر ديال رمضان. اما حوت القشره شويه ثقيل في البيع، ودابا مع النهار الاول كما كتعرفوا النهار الاول الناس باقيين يلاه كيولفوا على رمضان، باقي ما كاينش داك الاقبال اللي كيكون وسط ها واحد السيمانه ديال رمضان، كيكون واحد الاقبال تبارك الله، كيكون حوت موجود، عباد الله موجودين، وتا الثمن كيكون مناسب. السردين دابا 300 دريال غير على البديه، لا حيت السردين اختي اللي بغيت نفسر لك، السردين فيه وفيه، كاين ديال اسفي ديال جديده، كاين ديال كازا، انا تنتقدم ديال كازا، ديما تيكون البري طالع شويه ولكن الجوده كتكون الجوده.